اي بس يبدا عندي مره موعد ما نرقدش، يعني ما موعد نرقدش، 8 كيما اليوم ما مثلا، نرقدش التسعة صدقني من القرآن لا اي، نرقد ما ولا كنت نسكت. تعودت انك تقوم بكري، ماضي 3:30 ل 4 مثلا، اي تنجم بعد لا 6 ما تنجمش لا لا ترتاح، لا لا تنجمش ترجع. لا والقرآن لا وراسك. اي كاو تقولك تتعدى في الطويل، يقعد القلب يخدم والمخ يخدم والأعصاب بالرغم تخدم. انه الفنان وقته يعني يخدم في الليد برشا، اي في السهرات لا والحفلات انا والمهرجانات. عسكري 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 في المواعيد وفي الكلمة في اللعب، لا ما نلعبش، اي ونحمد ربي على النعمة اللي عطاها لي. انا قلت لك 8 ما نكون بحذاك ولا لا، 8 جيتك ولا لا بالوقت. بالطبيعة اللعب لا ما نلعبش، كيف هب من مواعيدي في الحفلات الخاصة وفي الحفلات العمومية وفي المهرجانات. اللعب لا مينيموم نتاع اذا كان نكون معناتها مؤخر عندي ساعتين نبدا نكون قبل في الحفلة، نعم. قبل الحفلة نكون قبل قبل ما بداية الحفل ساعتين من زمان نكون قبل في الموعد. نعم، نعرف لطفي بوشناق يختلط بالناس، يمشي للسوق، معناها مكش عايش في برج عاجية. لا 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 بتاع شنو هو برج العاج؟ انا بتاع الناس، انا للناس وبتاع الناس وللناس، باش تحس بيهم وباش تعبر عليهم، كما تقرب لهمش وما تعيشش معاهم وما تسمعهمش كيفاش يفكروا وش كيفاش يعيشوا وشنية همومهم وشنية امالهم وشنية احلامهم، شنو اللي يفرحهم وشنو اللي يغضبهم وشنو اللي مقلقهم، كيفاش قاعد في برجك العاجي. لا لا اي، ولكن حسب معرفتك واختلاطك برشا فنانين كبار حتى هاي. من الجيل اللي قبلك انت، تعرف هاي. عليهم، تعرف عبد الوهاب وام كلثوم ربي وبرشا هاي. فنانين ومحمد قنديل وماهر العطار هاي. ومحرم فؤاد، يعني يختلطوا بالناس هذوكم، ما يهمنيش، او الهادي جويني على الرياحي، انا هذوم الكل ما يهمونيش، ربي ان شاء الله يرحمهم الموتى والحيين، ربي يطول في اعمارهم. انا هذه انا هكذا قال المغربي، انا هكذا وهذا طبعي. اي فما غنية عديناها ولامس، تونسي تونسي تعرفني فرحان ويشرفني، ونعيش لين نموت نعشق ترابها موت، وترابها يلحفني يوم الاجل يخطفني فرحان ويشرفني مهما يصير. تونسي ونتشرف، نتشرف ببلادي باللي فيها وباللي عليها. كهو كنا نشرفوا بلادنا بالطبيعه، نحبوا لها كان الخير رغم المشاكل اللي تقع اكيد المشاكل تقع وفي كل البلدان تقع الواحد المشاكل، وهو العالم كامل عايش مشاكل، بلدان كبيره وعظيمه وعايشه مشاكل، شنو هي المشكل؟ تتعدى ازمه وتتعدى، الشده اودت من مهج يا ربي فعجل بالفرج، والانفس امست في حرجي وبيدك تفريج الحرج. كهو وكل واحد من موقعه يقدم يجب تقديمه بكل صدق بحب لها البلاد هذية، وباش نرجعوا لها كفوها، وان شاء الله نرجعوا لها القليل من الكثير اللي اعطتهن. نعم، الغناية هذيك نحبوها اللي هي حتى هذه اللي كنت تقول فيها تونسي وتعرفني. اي تونسي وتعرفني. كلمة شكون هي؟ جلال السويدي. جلال السويدي ألحانك بطبيعة ألحاني. الحال عندك بتاع جسمها زادة تونسية، أما ليلى حجيش تونسية، ومن فضل ربي عليا القلب ينبض تونسي والدم أحمر تونسي وانفاسي تونسية، ونقولها بالعالي لا خوف ولا على بالي ولا حد عنده عليا، وتونسية ومن فضل ربي عليا. لطفي ندلل عليك أي هكا حتى تزن شوية، والله يا ودي ما يا قالوا يا ليلي يا عيني، ما قالوش يا صباع يا فجر يا مرقتش، اللي مرقتش سافا بابا اسمح ليك تدلل علي على الصباح، الصوت مازال ما تحلش، يقول باش تدلش باش تقول صوتك تبارك الله عليه هاي في كل وقت ديما صوتك صداح رنان. اي والله بالحق والله تحب اي هذه تونسي وانا فرحان، هذه تونسي. اي ليه تحب نبدلوا الجو مثلا؟ الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعات خير البرية، سيدنا ومولانا محمد عليه أزكى صلاة وتسليم،
قمر الهداية وكوكب العناية الربانية، مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام. الله، من تولاه مولاه بالحفظ والرعاية السرمدية وأعلى مقامه فوق كل مقام، وشرف أمته على جميع الأمم السابقة القبلية، وأنزل تشريفها في محكم الآية القرآنية: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فما أعذب هذا الكلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله الله، شكرا شكرا للفنان الكبير لطفي بوشناق، بحضانا اليوم في الإذاعة الوطنية التونسية في برنامج يوم سعيد. تونسي وتعرفني وفرحان ويشرفني